بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء. تقدم أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويستمر إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت الاختيار، وهذا إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على قول آخر، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، العشاء يعني صلاة العشاء. ومعنى أعتم العتمة الظلمة، العتمة الظلمة، وأعتم معناه أظلم، مثل أمسى وأصبح، أصبح دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء، وأعتم دخل في العتمة وهي الظلمة. والعتمة إلى ثلث الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخر صلاة العشاء إلى العتمة أو إلى آخر العتمة ليبين للناس الحكم الشرعي، فتأخر صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون في المسجد. هذا فيه دليل على أن الإمام ينتظر، على أن الإمام ينتظر إلا إذا أذن لأحد أن يصلي عنه، أو تعذر حضوره، أو تعذرت مراجعته. وقول عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، هذا فيها أن الإمام يراجع إذا تأخر. الصلاة يا رسول الله، الصلاة منصوب على فعل محذوف، على فعل محذوف، أي صل الصلاة يا رسول الله، فهو منصوب على أنه فعل، على أنه مفعول بفعل محذوف. وهذا فيه دليل على أن الأكابر ينبهون، هذا دليل على أن الأكابر ينبهون، لأنهم ربما
يكونون ناسين، أو يكون هذا من باب الاستفادة إذا كان هذا التأخير له فائدة. وقول عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، فيه تنبيه الأكابر من أجل إن كانوا ناسين أن يتذكروا، وإن كانوا قاصدين التأخير فلأجل أن يبينوا فائدة هذا التأخير. وقوله: رقد النساء والصبيان، هذا تعليل لقول عمر: الصلاة يا رسول الله، أي أن العلة في هذا التنبيه هو حصول الرقاد من النساء والصبيان من طول الانتظار. وهذا فيه أن النساء يحضرن الصلاة المساجد مع الجماعة ولا يمنعن من ذلك، بشرط أن يلزمن الحجاب والأدب الشرعي. وفيه دليل على أن الصبيان أيضا يحضرون الصلاة مع آبائهم، والبنات مع أمهاتهن. هذا إذا كان المراد رقد النساء والصبيان الحاضرون في المسجد. وقيل إن المراد النساء والصبيان الذين في البيوت ينتظرون رجوع آبائهم وأمهاتهم. فالكلام يحتمل معنيين: من المراد الذين حضروا، أو المراد الذين في البيوت وينتظرون آباءهم الذين خرجوا للصلاة. وعلى كل حال هذا فيه دفع للمشقة عن الضعفاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصلاة يقطر رأسه، أي شعر رأسه يقطر من الماء. هذا فيه، قالوا هذا فيه دليل على أن المتطهر لا يتنشف من ماء الطهارة بل يتركه. وهذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ أتي بمنديل فلم يرده، كما سبق البحث في هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته ويراعي أحوالهم، وكذلك ينبغي لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا في الصلاة أو في غيرها أن يراعي أحوال من تحت يده ولا يشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرهم بالصلاة في هذا الوقت مع أنه أفضل، ويحب أن يصلي فيه، دفعا للمشقة عن الضعفة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، هذا فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو الأصل فيه.
في هذه الساعة، يعني الساعة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلث الليل. فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة. أولاً فيه حضور النساء والصبيان للمساجد لحضور الصلاة، وثانياً فيه تنبيه الإمام، فيه أنه لا يصلى قبل حضور الإمام، وأنه ينبه ويراجع إذا تأخر. وفيه تنبيه الأكابر إذا حصل منهم تأخر، تنبيههم من أجل أن يتبين السبب الذي من أجله تأخروا. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومراعاته لدفع الضرر عنهم والمشقة، وأن دفع المشقة عن المأمومين يقدم على الفضيلة، يقدم على الفضيلة دفعا للمشقة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أما العشاء فإذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر، أي يراعي أحوالهم. وفي الحديث ما ساق المصنف الحديث من أجله، وهو أن صلاة العشاء في ثلث الليل الأول أفضل من الصلاة في أول الوقت إذا لم يترتب على هذا مشقة بالمأمومين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وهذا أيضا كالحديث الذي قبله فيه الرفق بالناس، دفع المشقة عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء، هذا معناه أنه إذا لم يكن هذا عادة وإنما حضر بدون أن يقصد حضوره في هذا الوقت. أما الذين يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة فهؤلاء مخطئون، وإنما الحديث وارد فيما إذا صادف بعض الأحيان حضور العشاء وحضور الصلاة، فإنه يبدأ بالعشاء دفعا للمشقة، لأن الناس قد يكونون جائعين ومشتاقين إلى تناول العشاء فيقدمون العشاء. هذا في مراعاة أحوال المصلين. وفي الحديث أيضا
أن الخشوع في الصلاة أو طلب الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت. الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت، فإذا كان إذا صلى في أول الوقت يكون أقل خشوعا، فإنه يؤخر حتى يمكن حصول الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب، استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى، خشوع للرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإنها لكبيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الصلاة كبيرة على من ليس في قلبه خشوع، وأما الذي في قلبه خشوع فإنها تكون سهلة عليه ويرتاح فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر قال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تعين على تحمل المشاق ومواجهة الصعاب، تعين على ذلك وعلى حل المشاكل. الخشوع مطلوب، وهو تحصيله يقدم على تحصيل فضيلة أول الوقت، لأنه لو دخل في الصلاة وقلبه متعلق بالطعام فإنه لا يحصل عنده خشوع، بل يكون مشغول القلب بالطعام. فلذلك شرع له أن يأخذ رغبته من الطعام حتى يدخل في الصلاة وهو مرتاح النفس، لا يفكر بشيء. فهذا فيه دليل على أن تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة أول الوقت وعلى صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن تحصيل الخشوع مقدم على تحصيل الجماعة، لأنه لو صلى مع الجماعة وهو مشغول القلب فإنه لا يكون خاشعا. في صلاته. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، وهذا الحديث مثل حديث الذي قبله ويزيد عليه، لأنه لا يدخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، تثنية أخبث
وهو البول، وهما البول والغائط. وقوله لا صلاة أي لا تشرع الصلاة، أو لا يشرع الدخول في الصلاة، لا يشرع الدخول في الصلاة بحضرة طعام. وهذا كما قلنا إذا صادف حضور الطعام من غير قصد، أما أن يرتب الطعام أو حضور الطعام يرتب مع الصلاة هذا لا يجوز. لكن لو صادف وحصل أنه حضر الطعام فإنه يقدم الطعام كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. ويزيد هذا الحديث على أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو وهو حامل للغائط، لأن ذلك يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته، وقد يخل، وقد يخل بصلاته، لأن حبس البول وحبس الغائط مضر بالإنسان، فقد لا يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب، فيتفرغ من هذا الشاغل ويتوضأ ويصلي. إن أدرك الجماعة أو بعضها فالحمد لله، وإلا فإنه يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، ولا يدخل فيها وهو على هذه الحالة ويقول أنا أدرك صلاة الجماعة، لأنه ليس المقصود أنك تصلي أو أنك تدرك الجماعة، ولكن المقصود أن تصلي بخشوع حضور قلب، أن هذا هو روح الصلاة. وقوله لا صلاة، هل المراد نفي حقيقة الصلاة أو نفي كمال الصلاة؟ احتمالان. قال العلماء إن كان دخوله للصلاة وهو مشغول بالأخبثين يفوت عليه ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجباتها أنه لا تصح صلاته بل يعيدها، لأنه ترك ركنا أو شرطا أو واجبا فيعيد الصلاة. أما إذا كان دخوله في الصلاة وهو في بهذه الحالة لا يفوت عليه ركنا ولا شرطا ولا واجبا، إن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، ويكون النفي للكمال. أما إذا كان يفوت ركنا أو شرطا أو واجبا فإنه النفي يكون للحقيقة، بمعنى أن صلاته غير صحيحة فيطلب منه الإعادة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث في أوقات النهي، في أوقات النهي،
لأن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي مذكورة في أحاديث، منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، قوله شهد عندي يعني أخبرني. الشهادة المراد بها هنا الإخبار، وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي. شهد عندي يعني أخبرني رجال أوثقهم عمر أو أفضلهم عمر، أفضلهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا شيء معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة رضي الله عنهم. قالوا وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عمر، على أبي بكر وعمر وعثمان، هذا فيه رد عليهم في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان أيهما أفضل، لكن يكاد أن يكون قول الأكثر أو الإجماع على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من، ولذلك قدمه الصحابة في البيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذا فيه بيان للوقتين الطويلين النهي عن الصلاة، والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك تفصيل في أوقات النهي جعلوها خمسة أوقات: الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة وتتوسط الشمس على الرؤوس إلى أن تزول، والرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، والخامس من أن تقرب الشمس إلى الغروب إلى أن تغيب. هذه أوقات خمسة على التفصيل، أو ثلاثة على الإجمال، تقول من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا واحد، من قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول هذا الثاني، من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذا الثالث. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. هذه الأوقات تصلى فيها الفوائت بالإجماع، الفوائت إذا فاتت تصلى فيها بالإجماع، إذا فاتت فريضة من الفرائض إنها تصلى ولو في هذه الأوقات، قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها
فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إذا ذكرها، هذا عام في جميع الأوقات، ولا يقول أنا أؤخر حتى يخرج وقت النهي، بل يصليها في الحال، وهذا وقتها، هذا بإجماع أهل العلم أن الفوائت تصلى في أوقات النهي ولا تؤخر. وأجمعوا أيضا على أن النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات، النوافل المطلقة غير ذوات الأسباب، المطلقة يعني غير ذوات الأسباب، أنها تحرم في هذه الأوقات. واختلفوا في النوافل ذوات الأسباب، هل تصلى في هذه الأوقات أو لا، على قولين. قول الأول أنها تصلى عند حدوث أسبابها، وذلك مثل لو حضرت جنازة، لو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر، هذه من ذوات الأسباب. لو كسفت الشمس بعد العصر تصلى، لأن هذا من ذوات الأسباب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في أي وقت، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات، أي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي وقت، ولو بعد العصر ولو بعد الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمنع من، أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يمنع من طاف أن يصلي في أي وقت، دل على أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، وأنه لا نهي عنها. والقول الثاني أنها لا تفعل، النوافل مطلقة ولا ذوات الأسباب، لعموم قوله، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نهي عام. لكن الذين قالوا إن أوقات، إن ذوات الأسباب تفعل، خصصوا هذا العموم، خصصوا هذا العموم، وهذا هو الراجح، أن ذوات الأسباب تفعل في أي وقت وجدت أسبابها، أما النوافل المطلقة فلا تصلى بالإجماع. وأما الفوائت، الفرائض، الفوائت فهي تصلى بالإجماع في هذه الأوقات. هذا حاصل حاصل التفصيل في هذه المسألة، وهي الصلاة في أوقات النهي. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث
كالحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة، وهي أنه حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. الحديث الذي قبله حتى تطلع الشمس، هذا فيه زيادة أنه ولو طلعت الشمس فلا يصلى حتى ترتفع قيد رمح. ويؤخذ منه زيادة وقت من أوقات النهي تضاف إلى ما سبق. وقوله لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، ولا وقوله لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، ففيه مضاف محذوف، فيه مضاف محذوف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة. نعم. وسمرة بن جندب. نعم. وعبد الله، وعبد الله بن عمرو. نعم. بن العاص. نعم. وأبي هريرة وسمرة، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي يمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا الباب يعني باب مواقيت الصلاة فيه أحاديث عن هؤلاء الصحابة الأجلة لم يذكرها المصنف اكتفاء بما ذكره في هذا الباب، ومن أراد أن يراجعها فهي موجودة في مظانها. وقال عن الأخير وهو الصنابحي إنه غير صحابي، الصنابحي لغير صحابي تابعي، لأنه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من لما وصل إلى قريب من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، فلم يلقه، فلذلك لم يحصل على الصحبة. وكان من أفاضل التابعين رحمه الله. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. هذا سبق الحديث، هذا سبق في أول الباب، له نظائر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، في غزوة الخندق، سمى يوم الخندق، وإن كان لم يقتصر على يوم واحد، لكن يسمى يوم الخندق بجميع أيامه، يسمى يوم الخندق أو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، كلها بمعنى واحد. وأضيفت إلى الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقاً حول المدينة ليمنع المشركين من الدخول إلى المدينة، فسميت غزوة الخندق.
وقد حصل على المسلمين في هذه الغزوة شدة عظيمة وصفها الله في سورة الأحزاب، حصل ابتلاء وامتحان عظيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر. فالمشركون من خارج المدينة محيطون بها، واليهود نقضوا العهد من داخل المدينة، والمنافقون بين صفوف المسلمين يتكلمون بالكلام القبيح كعادة المنافقين في كل حادث يحدث بالمسلمين، فإنها تظهر ألسنة المنافقين كما في وقتنا هذا الآن، كما في وقتنا الآن لما حصلت هذه الحادثة المروعة، تكلم المنافقون وصاروا يسبون أهل الإسلام ويضيفون ما حدث إلى أن سبب المسلمون وسبب أهل الدين وسببه تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من أقوالهم القبيحة. هذه سنتهم دائما، أنهم عند الأحداث يظهر ما في صدورهم من الغل والحقد على المسلمين، وليس هذا بغريب من المنافقين في كل زمان ومكان، ولكن الله جل وعلا يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم دائما وابدا. فهذا، فلما حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا الانشغال بالقتال، فإن وحضرت صلاة العصر وهم في شدة قتال وشدة مدافعة، لم يتمكن المسلمون من الصلاة، لم يتمكن المسلمون من الصلاة، ومنهم عمر كما في هذا الحديث أنه ما كان يصلي حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأنا أيضا لم أصلها، كما سبق الأحاديث التي مرت في أول الباب. ولماذا لم يصلوها صلاة الخوف؟ قالوا: لأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعدها في غزوة ذات الرقاع، وإذا قمت فيهم فأقمت لهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هذه بغزوة ذات الرقاع قبل نجد، فصلاة الخوف متأخر نزولها، فلذلك لم يصلوا صلاة الخوف. وهذا الحديث فيه أنه يجوز سب الكفار، لأن عمر سبهم، كفار قريش الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما سبق بأن يحشو الله صدورهم وقبورهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر سبهم يعني ذمهم. فهذا فيه دليل على سب الكفار وذم الكفار والدعاء عليهم إذا حصل منهم أذى للمسلمين، إذا حصل منهم أذى للمسلمين فإنهم يسبون ويذمون ويدعى عليهم، خلاف الذين يقولون: لا تسب اليهود والنصارى، لا تلعن اليهود والنصارى، لا تقول كذا وكذا. هؤلاء ليس في قلوبهم غيرة وإيمان، وربما أنهم يوادون الكفار ويحبونهم، لذلك لا يريدون أن يقال فيهم شيء. وهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من الكفار أذى على المسلمين
أو ضرر على المسلمين أنهم يسبون ويدعى عليهم ويلعنون كما لعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه إذا فاتت الصلاة أنه إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى فإن الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب في وقت المغرب، دل على وجوب الترتيب بين الصلوات وأنه واجب. قالوا إلا إذا ضاق الوقت عن الحاضرة، ما بقي إلا ما يسع الحاضرة فقط، فإن الحاضرة تقدم وتصلى بعدها الفائتة. فهذا هو ما يفيده هذا الحديث، ودل على أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، إذا نسيها أو نام عنها فإنه يبادر بالصلاة متى ما ذكر أو استيقظ من النوم. ولا أقصد بالنوم النوم الذي يرتبه هؤلاء ويجعلونه مقصودا لهم، يقولون متى ما قمنا نصلي، هذا ما يجوز وليس هذا عذرا لهم، إنما المقصود بالنوم النوم الغالب الذي يغلب الإنسان وهو يريد أن يقوم وينوي أن يقوم، وليس من عادته أن ينام عن الصلاة ولكن غلبه النوم، فهذا هو الذي يعذر ويؤمر بالصلاة إذا استيقظ. أما الذي يرتب الصلاة بعد النوم متى ما قام فهذا لا تصح صلاته ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. وفي الحديث ما لقيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ما لقيه من أذى الأعداء وأنهم شغلوه عن صلاة العصر، شغلوه عن صلاة العصر. وفي هذا تسلية للمؤمنين الذين يصيبهم من الكفار ما يصيبهم، فإن لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يصبروا وأن لا يضيعوا شيئا من واجبات دينهم، ولو أن الكفار ضايقوهم وشددوا عليهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم أبدا. الكفار يفرحون إذا رأوا أن نتنازل عن شيء من ديننا، يفرحون ويشتد أذاهم ومضايقاتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا نتنازل عن شيء من ديننا مهما كان الأمر، حتى ييأسوا من أن يدركوا من المسلمين شيئا من التنازل عن أمور دينهم. فهم يحاولون الآن أن المسلمين يتنازلون عن أشياء من دين الإسلام، ألا يحكموا بالشريعة، أن يتركوا الولا والبراء ويتخذون الكفار أولياء، يطالبون بهذا الآن، يطالبون بأنه لا يكون هناك ولا برا، وأن المسلمين والكفار شيء واحد، ويطالبون بتنحية الشريعة، ويطالبون بتغيير مناهج التعليم، ويطالبون بأشياء، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره
ولو كره المشركون. ويأبى المسلمون أن يتنازلوا عن شيء من دينهم والله معهم سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن بشرط إيش؟ وأنتم الأعلون مطلقة؟ لا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون وهم الأسفلون والأذلون. فيجب على المسلمين أن تمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن ومهما ضايقهم الكفار ومهما هددوهم، فلا يتنازلون عن شيء من دينهم. يمكن يتنازلون عن شيء من أموالهم، عن شيء من أراضيهم، يمكن، لكن الدين لا، الدين ما يمكن أبدا أن يتنازل المسلمون عن شيء منه. نعم. فقال النبي: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، حلف مع أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين للمسلمين أنه صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب المسلمين، وأنه يقع في المشقة ويقع في الإحراج، ولكنه صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا. قوله ذهب إلى بطحان أو بطحان، هذا اسم وادي من أودية المدينة، وتوضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وصلوا. نعم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. يكفي. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الآتي؟ واحد، يقول: بعض الأخوان يأتون هنا مبكرا ويحجزون لبعضهم أماكن في مقدمة الصفوف، ونحن نأتي من بعيد ولا نجد إلا المؤخرة. بكروا بكروا حتى تسبقوا هؤلاء. والحجز في المسجد أجبنا عليه عدة مرات، قلنا إذا كان الإنسان في المسجد وذهب يتوضأ ولا يجيب لحاجة من السيارة أو من البيت ووضع في مكانه شيئاً فلا بأس بذلك، لأنه في حكم الحاضر، لأنه في حكم الحاضر. أما الذي يحجز ويروح ولا يأتي إلا متأخراً وينصرف لنومه أو لأعماله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بعض الإخوان يقومون بالرد على جوالاتهم أثناء الشرح، هل هذا موافق لطلب العلم والتأدب مع العلماء؟ هو فتح الجوال في المسجد هذا خطأ. الواجب على المسلم أنه إذا أراد أن يدخل بيتاً من بيوت الله للعبادة وذكر الله وطلب العلم أنه يغلق الجوال حتى لا يشغله ولا يشغل من في المسجد، يغلق الجوال حتى يخرج من المسجد، لأن المسجد ليس محلاً للمكالمات والاتصالات. أن جاي تتصل بالله عز وجل، ما جيت للاتصال بالمخلوقين، فأغلق الجوال وخل اتصالك بالله عز وجل إلى أن تخرج إلى الشارع، عند ذلك تفتح الجوال. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل إذا أراد الإمام والمؤذن والجماعة أن يصلوا العشاء في الثلث الأول
هل يجوز لهم ذلك؟ نعم، إذا اختاروا أنهم يؤخرون، إذا اختاروا أنهم يؤخرون إلى ثلث الليل وكلهم اختاروا ما فيهم ولا واحد ممانع فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانوا في بلد ما يأذنون ويشوشون على الناس، يكفي الأذان الذي حصل، يكفي الأذان الذي حصل، ولا يأذنون في ثلث الليل يشوشون على الناس. أما إذا واحد عارض أو اثنين فلا يجوز لهم أن يؤخرون، لا يجوز يؤخرون بل يعجلون الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا مرت الحائض دخولا بالمسجد، إذا مرت الحائض دخولا بالمسجد وهي تريد غرفة داخل المسجد معدة للنساء الحيض لكي تحضر محاضرة أو حلقة للتحفيظ، يا أخي ما تجعل الغرفة في داخل المسجد، إذا صارت داخل المسجد صار حكمها حكم المسجد، لا تدخلها الحيض ولا تجلس فيه، إنما إذا كانت غرفة مجاورة للمسجد وبابها من الخلف ما هو على المسجد، حجرة مجاورة للمسجد وبابها على الشارع فلا بأس بذلك، أما حجرة بابها على المسجد وتحتاج أن تدخل مع المسجد لأن الباب باب الغرفة عليه هذه من المسجد فلا يجوز أن تدخلها الحيض للجلوس فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من صلى خلف إمام يقع في الخطأ الجلي والخفي؟ يقول: ما حكم من صلى خلف إمام عامي يقع في الخطأ الجلي والخفي في قراءة الفاتحة، هل يعيد الصلاة؟ يا أخي، إذا كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى تجوز الصلاة خلفه، ولو كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى، كما لو قال الحمد لله يعني نصب لفظ الجلالة، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، أو قال ولكن لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، كسر اللام العالمين، هذا يحيل المعنى، يحيل المعنى لأنه خصص الربوبية بالعلماء فقط، العالمين جمع عالم، هذا يحيل المعنى، لا تصح صلاة من خلفه إذا كانوا يحسنون القراءة، ما تصح صلاته إلا بمن هو مثله، بمن هو مثله، فاللحن لحنان، لحن لا يحيل المعنى، فهذا لا يمنع من صحة الصلاة، وإن كان الأولى أنهم يقدمون من يحسن القراءة ولا يلحن لحنا أبدا لا يحيل المعنى ولا ما لا يحيل المعنى، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ، ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى لأنه يحول تاء المخاطب إلى تاء المتكلم، يحول تاء المخاطب إلى تاء المتكلم، هذا يحيل المعنى، فلا تصح الصلاة خلف مثل هذا إلا بمن هو مثله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يطالب البعض كما نسمع في الصحف بتأخير صلاة العشاء لأجل أن الوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير جداً لا يسع الناس الاستفادة منه، فهل هذه الحجة مقبولة؟ لا، ليست مقبولة، المسلمون يصلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا أرفق بهم، يصلون إذا دخل وقت العشاء لأن هذا أرفق بهم، ولا يؤجل من أجل واحد أو اثنين يرغبون هذا،
هذا ربما أنه جرى التأخير في رمضان خاصة من أجل الإفطار ومن أجل هذا في رمضان خاصة، أما في غير رمضان فلا، يصلي الناس على عادتهم في أول الوقت لأن هذا هو الأسهل عليهم وهو الذي اعتادوه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث إن بعض أهل العلم أجاز بعدها وعلل ذلك بأن النهي بعد الصلاة العصر مباشرة فقط؟ إيش؟ يقول: هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث أن بعض أهل العلم أجاز الصلاة بعدها وعلل ذلك بأن النهي بعد صلاة العصر مباشرة فقط؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا كلام متناقض. إذا صلى الناس العصر دخل وقت النهي، لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، فيبدأ النهي إذا صلى العصر هو أو صلوا الناس، حتى لو صلى هو منفرد صلى العصر دخل النهي في حقه هو، دخل النهي في حقه هو، فكل من صلى العصر فإن النهي يبدأ عن صلاة النوافل. ولا أعرف أحد من العلماء يجيز الصلاة بعد العصر إلا ذوات الأسباب، هذه اللي فيها الخلاف، فيها الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، قضى راتبة الظهر بعد العصر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عمل عملا أثبته، هو خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقاس على حضور الطعام إذا أقيمت الصلاة من أراد جماع زوجته؟ هذا حالة خاصة، وزوجته يلقاها إن شاء الله في وقت آخر. نعم. صاحب الفضيلة يقول يقول السائل: هل ركعتي الفجر من ذوات الأسباب، وهل يقضيها الإنسان بعد صلاة الصبح؟ صلاة راتبة الفجر قبلها بعد طلوع الفجر، إذا تأكد من طلوع الفجر يصلي الراتبة، ولو قدر أنه ما تمكن جاء الناس يصلون فإنه يصلي معهم، وإذا سلم يقوم ويأتي بالراتبة، وإن شاء أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس خير، إن شاء صلاها بعد الفجر مباشرة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، هذا خاص براتبة الفجر لأنها مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر يعني الراتبة، ما كان يتركها سفرا ولا حضرا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع؟ وهل هناك علة في التفريق؟ وما مقدار الرمح بالمتر؟ هذا يا أخي حسب الأحاديث، حديث قال لا صلاة، العجيب أنك تسأل والأحاديث بين يديك تونا قرأناها، حديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، فأضاف وقتا آخر، هذا بحسب الأحاديث الواردة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة طهرت من حيضها. نعم. يقول: امرأة طهرت من حيضها يوم الجمعة ثم جامعها زوجها يوم الاثنين، وأثناء الاغتسال رأى الدم، فما حكم هذا الدم؟ إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت النقاء والنشاف التام واغتسلت وصلت ثم حصل بعد ذلك شيء من الكدرة أو الصفرة فلا يلتفت إليه، قول أم عطية
كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، فلا يعتبر هذا الدم الذي جاء بعد أيام وبعد ما انقطع الدم ونشفت لا يعتبر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنا في البر وأردنا تأخير صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل، فهل نؤذن إذا دخل الوقت؟ هل نؤذن؟ نعم، مخير، إن شئت تؤذن إذا دخل الوقت أو تؤذن عندما تريد الصلاة، مخير، مخير في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من كان يستطيع مجاهدة نفسه عند حضور الطعام وقت الصلاة فهل يؤخر الطعام بعد أداء الصلاة؟ إذا لم يكن له حاجة بالطعام فلا يؤخر الصلاة، يبدأ بالصلاة. أما إذا كان له حاجة بالطعام فيقدم الطعام، هذا حسب حال الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على مدرس القرآن أن يكون على وضوء في كل الدرس، لأن محافظته على الوضوء تؤدي أحياناً إلى الخروج من الفصل وقطع الدرس؟ إذا كان سيقرأ من المصحف ويمس المصحف مباشرة فلا بد من الوضوء، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا يشترط الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أسألك بالله أن تعرض هذا السؤال، يعني قارئ الأسئلة، يقول: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لعن بعض الكفار قال الله له: ليس لك من الأمر شيء. ومن المعلوم أيضاً أن الدعاء على الكفار بالإبادة والإهلاك ينافي حكمة الله في بقائهم، كيف يمكن يا فضيلة الشيخ الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه عليهم كما مر علينا في هذا الدرس؟ في فرق بين الدعاء على الكفار عموما ولعن الكفار عموما ولعن أشخاص معينين. الدعاء لعن الكفار عموما والدعاء عليهم عموما هذا جائز بالإجماع، وأما لعن الكافر معين باسمه فهذا هو الذي نهى الله نبيه عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، ثم إن الله من على هؤلاء وأسلموا حسن إسلامهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قد عفى الله عنهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ففي فرق بين لعن المعين ولعن العموم، عموم الكفار. نجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة، فلعنة الله على الكافرين. في فرق بين هذا وهذا، يجب أن الإنسان يفقه هذا الأمر. ونوح عليه السلام دعا عليهم عموما لما أخبره الله، فقال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما أعلمه الله أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم بالهلاك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انتشر بين الكثير من الشباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم، هذا العلم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أعلمه الله بذلك، أعلمه الله بذلك، لذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتال رجال الأمن وخاصة المباحث، وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم. نعم.
يقول انتشر بين الكثير. لا، فتوى. وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم، وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير. هذا ما هو بغريب على الخوارج، هذا مذهب الخوارج. خوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، قتلوه. ليس هذا بغريب، اللي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا مذهب الخوارج، ما هو بغريب. والذي أفتاهم هذا يكون مثلهم، هذا يكون منهم. نعم، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو السن المعتبر لحضور الصبيان للصلاة في المسجد؟ السابعة، سن السابعة، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع. فالطفل الذي تصح منه الصلاة يحضر إلى المسجد وهو بن سبع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك طالب علم يقول إن للإنسان أن يوتر حتى ولو طلع الفجر، لأن هناك حديث إن الإنسان إيش؟ يقول هناك طالب علم يقول إن للإنسان أن يوتر حتى ولو طلع الفجر، لأن هناك حديث يدل على أن وقت الوتر يستمر حتى الصلاة، أي صلاة الفجر. نعم، هذا قول لبعض العلماء، وقول الإمام الشافعي أنه يوتر ولو طلع الفجر، هذا قول للإمام الشافعي، فهو قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على أنه ينتهي بالوتر بطلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى وتره إلى السحر، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من ذهب إلى مسجد قباء في وقت النهي. نعم. من ذهب إلى مسجد قباء في وقت النهي، هل يصلي التحية أو لا؟ على الخلاف، على الخلاف. إذا أراد أنه يجلس في مسجد قباء يصلي، أما إذا كان ما هو بجالس لا، ما يصلي. إذا أراد أنه يجلس في مسجد قباء أو بالمسجد النبوي أو بأي مسجد من المساجد، إذا كان يريد الجلوس بعد العصر، فبعض العلماء كما سمعتم يرى أنه يصلي، لأن هذا من ذوات الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر الكلام هذه الأيام عن حكم تعزية الكفار الذين قتلوا وأبناءهم ظلما، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الموالاة؟ وهل هنا فرق بين التعزية والمواساة؟ الكافر لا يعزى، هذا من التولي لهم، فلا يعزى الكافر إلا لو مات له مسلم، لو مات له ابن مسلم أو قريب مسلم فإنه يعزى بالمسلم فقط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من به صداع قوي أو أي ألم قد يزول بعد وقت، هل يصح له أن يؤخر الصلاة؟ هل إيش؟ هل من به صداع قوي أو أي ألم آخر قد يزول بعد وقت، هل يصح له أن يؤخر الصلاة أو لا يصليها مع الجماعة؟ المريض الذي يشق عليه الصلاة مع الجماعة يتأخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان به مرض يشق عليه الذهاب إلى المسجد فله أن يصلي في بيته. نعم. والصداع نوع من الأمراض، خصوصا إذا كان صداعا قويا شديدا. نعم. أما الصداع اليسير لا يمنع، لا يسقط عنه صلاة الجماعة، أما الصداع القوي هذا
عذر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا جلس الإنسان، يقول السائل: إذا جلس الإنسان بعد صلاة الصبح في المسجد حتى تشرق الشمس، فمتى يصلي الركعتين حسب التقويم المعروف، أم ينتظر حتى ترتفع الشمس؟ إذا كان يرى الشمس ينتظر حتى ترتفع الشمس، وإن كان ما يراها يفوت دقائق بعد توقيت طلوع الشمس، يفوت 5 دقائق أو حول 5 ثم يصلي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يدخل وقت النهي من وقت الصلاة؟ نعم، إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم دخل وقت النهي، لأنه يصدق عليه أنه صلى العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر. نعم، هذا عام لمن يجمع ومن لا يجمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حضرت صلاة المغرب مع الجماعة، فهل أدخل معهم بنية صلاة العصر أم أصلي معهم المغرب؟ إذا حضرت وهم يصلون المغرب وأنت ما صليت العصر فأنت مخير، إن شئت تصلي العصر أولا ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة المغرب، وإن شئت أن تدخل معهم بنية المغرب، فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة وتسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لديه محل لبيع الأسماك، وهو الذي يشتري بنفسه الأسماك من التجار الكبار، وأحد التجار إذا جاءه هذا الرجل ليشتري منه أعطاه التاجر 100 ريال لكي يكسبه كزبون، فصاحب المحل يسأل: هل لي أن أخذ هذه 100 أم لا؟ إذا كان التخفيض، إذا كان يبي يخفض لك، لو يخفض لك النصف أو أكثر ما يخالف، أما أنه يعطيك إياه على أنه جائزة أو يعطيك كتاب أو يعطيك شيء على أنه جائزة ما هو على أنه تخفيض، هذا لا يجوز، لأن هذا يضر بالمحلات الأخرى التي لا تعطي جوائز، ينسحبون الناس إلى هذا الشخص. وأيضا ربما أنه يشتري أشياء لا حاجة له بها من أجل أن يحصل على هذه الجائزة، هذا عمل لا يجوز. أما التخفيض أنه يخفض لك، لو يسامحك بالثمن كله ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل نسي أحد الأركان في ركعة وذكره بعدما قام للركعة التي تليها، فماذا يفعل وما هو الضابط في هذه المسألة المهمة؟ إذا نسي ركنا من الركعة ولم يذكره إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية، فإن الأولى تلغو وتكون الثانية مقامها، تكون الثانية هي الأولى، ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.